مرحبا أعزائي المشاهدين ومستمعين، معكم عبد القادر أبو ألو أي أردو سابي. ها أنا اليوم في مزرعة كبيرة جدا، كل ما عليكم هو بقاء معنا لكي نستمر لمشاهدة هذا الجو الجميل. أعزائي المشاهدين، أنا عبد القادر أبو معكم في صفحتنا عالم الزراعة في الصومال. قال خالق وقليس حمر قيسو فده اي اردو سابه سعى 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 تبا. ونسجل لكم كل ما هو جديد في صفحتنا، كل ما عليكم هو بقاء معنا واشتراك معنا لكي نستمر ولمشاهدة هذا الجو الجميل. الجو إنه هادئ جدا، لن تتخيلوا أبدا إنه هادئ تماما. أنا استمتعت هنا لمدة أسبوعين. الجو هنا ليس باردا وليس حارا، إنما هو جو ممتع معتدل جدا. يا أعزائي، أتألم عندما أسمع الصومال هي مصدر المجاعة في العالم. إن هذا الكلام ليس صحيحا، بل الصومال هي أغنى دول في العالم، وكانت وتكون. اليوم هنا هذه ذرة، سنبلة ذرة، إنما هي سنبلة ذرة لذيذة جدا، نوع ما طعمها لذيذ وأيضا ورائحتها لذيذة جدا. لن تتخيل، هذا يحتوي كل كربونات وكل ما يحتاج الإنسان. وتهي داود يالو حنا قد داود إنسان بيج كنا عالم الزراعة في الصومال. فضلاً وصل بيرة لايك ده سبسكرايب ده شير ده فاتن وصل بيرة. مرحباً أعزائي مشاهدينا ومستمعين، مرحباً في صفحتنا عالم الزراعة في الصومال. ستشاهدون هذه الصفحة كل ما هو جديد عن المزارع. مرحباً أعزائي المشاهدين ومستمعين، معكم عبد القادر أبو. ها أنا اليوم في مزرعة كبيرة جدا، كل ما عليكم هو بقاء معنا لكي نستمر لمشاهدة هذا الجو الجميل ومظهر الجميل، وحياة هنا لذيذة جدا، لن تتخيلوا أبدا ما يحدث هنا. إن هذا شيء عجيب جدا. انظروا يا إخواننا، انظروا، هذا باذنجان، هذا باذنجان، هذه شجرة الباذنجان، هي ممتازة جدا. وستشاهدون أيضا وأنتم الآن في صفحتنا عالم الزراعة في الصومال، أرجو ضغط اللايك واشتراك معنا على صفحتنا. دوما نحن نسجل لكم ما هو كل جديد عن الزراعة. وأيضا هناك موز، هناك شجرة موزة وشجرة جوز الهند أو نرجين، كل ما اليوم هنا هذه ذرة سنبلة ذرة، إنما هي سنبلة ذرة لذيذة جدا، نوع ما طعمها لذيذ وأيضا ورائحتها لذيذة جدا. لن تتخيل، هذا يحتوي كل كربونات وكل ما يحتاج الإنسان. وأيضا باذنجان هنا موجود، هذا هو الصقير، الشجرة أو حبة الباذنجان هي صغيرة جدا. نحن هنا وسنكون هنا دوما، وجئنا هنا لكي نغير الجو ونتمتع في هذه المنطقة. ويوجد كل أشجار هنا، وأيضا الشجر التي أنبتت هنا هي لذيذة جدا، نوع ما طعمها ورائحتها. أعزائي المشاهدين، أنا عبد القادر أبو معكم في صفحتنا عالم الزراعة في الصومال، ونسجل لكم كل ما هو جديد في صفحتنا. ستشاهدون أيضا كل ما عليكم هو بقاء معنا واشتراك معنا لكي نستمر ولمشاهدة هذا الجو الجميل. الجو إنه هادئ جدا، لن تتخيلوا أبدا إنه هادئ تماما. أنا استمتعت هنا لمدة أسبوعين، الجو هنا ليس باردا وليس حارا، إنما هو جو ممتع معتدل جدا. تعرفون أن الجو ممتعا ومعتدل جدا. يا أعزائي،
أتألم عندما أسمع الصومال هي مصدر المجاعة في العالم. إن هذا الكلام ليس صحيحا، بل الصومال هي أغنى دول في العالم، وكانت وتكون، ولدينا كل شيء، لدينا كل شيء. وأيضا أنا سافة وتعالوا، لدينا كل شيء، لدينا موز، هذه شجرة الموزة. السلام عليكم. موز لقونا شا ساتا موز لقونا الكسانو ما شاء الله. انظروا يا إخواننا، هذه حبات الموز، هؤلاء الحبات الموز في الصومال. هذا الموز لذيذ جدا، لذيذ جدا نوعا ما بحسب الموزات في العالم. هاي ستة يا هذا هذا الموز عندنا في الصومال، إنه لذيذ جدا. وأيضا يوجد كثير من أنواع الموز هنا في الصومال. أنتم الآن في صفحتنا عالم الزراعة في الصومال، وكل ما عليكم هو بقاء معنا لكي نستمر هذا الجو الجميل. أرجو البقاء. ستشاهدون ما هو أجمل لدينا. انتظر انتظر. أوه. قطع هذا. هذه ايش يكون وصل ابوني ساركي سوكي انه يتخطى. وجيها مدوه يا ابتيا وجيها مايا ويس موسكليما خطا الان. أين كمال قوينة؟ إنه شاطر جدا. هاي هذا اي اردو سابه اي اردو سابه ها تنعمل ها شوف سعى 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 كوانه جوال دي مجد جوال دي اسكالي كرت دكتان وابر كان اوت ارد طول ما نعرف. هذه يا هذو كوي عرس
تعال خذه وقول لي حمر قيسو ما ادري حتى فرقه يدر يعني وحروا الى موس خاطو مركا بحايو او مقدشو ساعه كده ملعب كده المر الى عمر بس خلاص انا الغير واحد انا وش هو الغير جاء واحد وش هو كفاية الغير موس بس الهدان بيرتي ستين ايه 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 ايه